جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل وتقول: هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ سورة ياسين عند خروجه مع أبي بكر للهجرة؟ وهل يجوز لي ترتيلها عند زيارة أحد أو سفر أو ملاقات من أخاف؟ جزاكم الله خيرا. لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة ياسين عند خروجه للهجرة، وإنما ورد أنه قرأ أول هذه السورة: فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وذر على رؤوسهم التراب عليه الصلاة والسلام، وخرج من بينهم وهم لا يشعرون. نعم.